السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة يو تي في من العاصمة الأوكرانية، أصحابكم فيها أنا إياد السيتية، والبداية بأبرز العناوين. ترقب لعملية فصل القوات في مناطق الشرق الأوكراني. مع توقعات ببدء عملية عسكرية تركية، قوات أمريكية تنسحب من شمال شرق سوريا. المواجهات بين المحتجين وقوى الأمن تؤدي إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 في العراق. من المقرر أن تبدأ عملية فصل القوات في بعض مناطق إقليم الدنباس شرق أوكرانيا، بناء على اتفاق تم في الأول من الشهر الجاري بالعاصمة مينسك أثناء اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية حول التسوية في مناطق الشرق. عن تفاصيل هذه العملية نتابع في التقرير التالي. هذه قرية زولوتوي في منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا. في الصباح توجه السكان المحليون إلى المركز الثقافي المحلي لمعرفة ما الذي ستؤدي إليه عملية فصل القوات التي اختلفت حولها الآراء. بالنسبة لي فإن الجيش الأوكراني في الوقت الراهن هو ضمان لسلامتنا. لقد مرت 5 سنوات ونصف هنا معنا. نحن نعلم أنهم سوف يقومون بحمايتنا، والآن الشعب لا يعرف أي شيء، لذلك أنا ضد فصل القوات. نحن لا نزال ضد سحب القوات، لذلك دعنا نقول فقط أننا معتادون على ذلك بالفعل على ذوي المدافع كل يوم، لكن يبدو لي أن الوضع كان أكثر هدوءا، والآن لا نعرف ماذا سيحدث عند سحب القوات. مع بداية عملية فصل القوات في زولوتوي كان السكان ينتظرون قدوم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، ولكن بدلا منه حضر ممثلو هيئة الأركان العامة الذين أخبروا السكان أن العملية ألغيت بسبب استفزازات المسلحين. عند الظهيرة قصف المسلحون بقاذفات القنابل البلدة 4 مرات. من اليسار إلى اليمين حيث نقف الآن، هذه هي المواقع ذاتها التي ستسحب إليها القوات، ومنطقتنا هي التي نقف عليها الآن. لقد سمعتم للتو كيف تعمل آلياتنا. سيؤثر فصل القوات على سكان قرية كاترينوفكا التي تقع على بعد 2 كيلومتر من زولوتوي، وذلك لوقوع 122 منزلا في حدود المنطقة العازلة التي ستعمل فيها الشرطة الأوكرانية على ضمان الأمن. ضاعفنا الدوريات وتضاعف عديد العناصر لدينا، حيث يعمل الآن في باباسنايا أكثر من 150 شخصا. كشفنا معظم الجرائم الخطيرة والمتوسطة هنا. هنا معدل الجريمة منخفض. في زولوتوي نفرز شرطيا واحدا لكل 10 أشخاص، وهذا عدد كبير بالمقارنة مع باقي المناطق في أوكرانيا. تم تأجيل عملية فصل القوات في بلدة ترويتسكي وزولوتوي لمدة أسبوع على الأقل، هذا ما صرح به وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، وسيتم إجراء المحاولة التالية في حال التزم المسلحون بوقف إطلاق النار في المنطقة. كان من الممكن أن تجري اليوم عملية فصل القوات، لكن للأسف تعرضت قبل بضعة أيام بلدتا بتروفسكي وزولوتوي لإطلاق نار، وقرارنا كان يعتمد على فصل القوات بعد 7 أيام من وقف إطلاق النار في المنطقة، لذلك نحتاج إلى الانتظار 7 أيام أخرى ستثبت فيها الأطراف صدق النوايا والاستعداد لإجراء المرحلة التالية من عملية الفصل. مهما كانت الأمور خلال الأيام 7، فإن الجيش الأوكراني يؤكد استعداده لأي تطورات، فالعسكريون يريدون السلام كما يريده السكان المحليون، على الرغم من إدراكهم أن العدو يمكن أن يعمل على تصعيد الوضع، ولذلك هم على أهبة الاستعداد للدفاع عن أوكرانيا. إذا التزموا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وإذا رأينا أن الجانب الآخر مستعد للانسحاب وتلقينا أمراً بالانسحاب، فإننا سننسحب أيضاً إذا لزم الأمر، لكن المسلحين للأسف لا يريدون هذا حقاً. كان يجب أن يبدأ الفصل بين القوات في الدنباس في 7 أكتوبر وفق ما اتفق عليه في مينسك في 1 أكتوبر في اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية، ويجب أن تتم العملية على مرحلتين، الأولى هي سحب الأفراد من كلا الجانبين، والثانية هي تفكيك الهياكل الهندسية وإزالة الألغام من المناطق. على الرغم من انسحاب القوات العسكرية إلا أن الشرطة الأوكرانية ستبقى لتؤدي واجباتها في المناطق المأهولة. انسحبت مجموعتان من القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا وسط زحف قوات تركية وتوقعات ببدء عملية عسكرية تركية شرق الفرات. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات الأمريكية من مواقع رئيسية في رأس العين وتل أبيض، وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تلعب أي دور في العملية التركية الوشيكة ضد القوات الكردية شمال شرق سوريا.
تقول تركيا أن العملية تهدف إلى طرد مقاتلي الميليشيات الكردية الذين تعتبرهم إرهابيين، ذلك بعيدا عن المناطق السورية القريبة من حدودها. بعد حديثنا في المساء حول هذه القضية بدأ الانسحاب كما قال ترامب. الآن تقوم الأطراف بعملها، والمحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر. أعلن اثنان من الأحزاب التونسية تصدرهما نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، وهو ما ينذر بصعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة في تونس. قال حزب حركة النهضة إنه حصل على غالبية أصوات الناخبين، بينما أعلن حزب قلب تونس الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي أعلن أنه جاء في المركز الأول أيضا. يحق للحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يخوض القروي، وهو رهن الاحتجاز بسبب تحقيقات في قضايا فساد، من المقرر أن يخوض جولة ثانية في انتخابات الرئاسة أمام قيس سعيد الذي جاء بالمركز الأول في الجولة الأولى من السباق الرئاسي. وإنما فزنا معنا بحوالي 20% من أصوات الناخبين، وبالتالي نحن نقدر بأن هناك معارضين لنا نحترمهم، هناك أحزاب معارضة منظمة هي جزء من الديمقراطية وغيابها هو غياب للديمقراطية. نحن بهذه المناسبة منش مسرورين باستمرار السيد نبيل القروي في السجن. نحن لو كان الأمر بالرغبة وبالتمني نتمنى أن يكون خارج السجن. احنا هو الأرقام مش مهمة، هو number of seats في البرلمان هو اللي أهم حاجة، فهمني؟ احنا تو عنا الاستيميشن اباوت ما تقولوا عنا 63 مقعد في البرلمان، ويظل النهضة عندها 55 58، إذا تو كله أستمت معناتها مش أوفيشل. أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات التشريعية في البرتغال، أظهرت حصول رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا على نسبة 36.65% من الأصوات. تسمح هذه النسبة للحزب الاشتراكي بالحصول على 106 مقاعد في البرلمان المكون من 230 مقعداً. بهذه النتيجة يكون الاشتراكيون قد تقدموا بفارق كبير على أبرز خصومهم في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذين حصدوا 27.9% من الأصوات، ما يمنحهم 77 مقعدا. كوستا حقق خلال وصول الحزب الاشتراكي إلى السلطة في عام 2015 حقق عدة مكاسب اقتصادية في البرتغال، ما جعل البلاد تسجل أفضل نسبة نمو منذ عام 2000. لن نتوقف أبدا عن الدعوة إلى أوروبا أقوى وأكثر اتحادا وأكثر تضامنا، لأننا في أوروبا سنبني مستقبلنا. أود أن أهنئ جميع خصومنا دون استثناء، وعلى وجه الخصوص الحزب الاشتراكي. أهنئ السيد أنطونيو كوستا بالفوز، لقد اتخذ حزبنا خطوة إلى الأمام في هذه الانتخابات لاستعادة ثقة الشعب البرتغالي. أعلنت السلطات العراقية أن المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن مؤخرا أسفرت عن سقوط 112 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 6000 آخرين. متحدث باسم وزارة الداخلية قال أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، في حين أضرب المتظاهرون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار تابعة لأحزاب سياسية. أشار المتحدث إلى أن من بين القتلى 8 من قوات الأمن. هذه الإحصائية دقيقة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة اللي أيضا كانت معنا على طول الخط. عدد المصابين 6107، عدد الشهداء 104. طبعا هذا العدد هو للجميع قوات أمنية وأيضا بالنسبة للمواطنين أو المتظاهرين.
شهدت المكسيك افتتاح النسخة 48 لأضخم المهرجانات، وهو مهرجان البوكيرك الدولي أو ما يسمى بمهرجان المناطيد الهوائية الدولي. يقام المهرجان في نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في كل عام ويستمر مدة 9 أيام. ويعد المهرجان من أهم مقومات السياحة بالمكسيك، حيث يتوافد إليه السياح من جميع الدول لمشاهدة روعة وجمال السماء المغطاة بالألوان الزاهية والأشكال المتعددة. مزيد من الأخبار والتقارير والمعلومات تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يوتيوب من العاصمة الأوكرانية. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.